تبي هاتف البطارية تدوم 3 أيام؟ موتوريلا موتو جي 7 باور هاتف جديد من موتوريلا بشاشة بحجم 6.2 إنش ودقتها 720x1570 بيكسل نوعها LTPS LCD المعالج المستخدم هنا هو سناب دراجون 632 واللي يعطي أداء ممتاز في الألعاب والذاكرة العشوائية هي 3 جيجا بايت وذاكرة تخزينية داخلية بحجم 32 جيجا بايت مع إمكانية زيادتها باستخدام ذاكرة خارجية إلى 512 جيجا بايت الكاميرا الخلفية بتكون بدقة 12 ميجا بكسل وتقدم ميزة هايرز زوم أو التقريب عالي الدقة بحيث تتحسن الصور بشكل تلقائي لو استخدمت التقريب الرقمي الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل مع خاصية إضاءة الشاشة للتصوير بشكل أفضل في الإضاءة الضعيفة أما البطارية وهي أهم شيء هنا راح تكون بحجم 5000 ملي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط باستخدام منفذ من نوع تايب سي يعني لو شحنت مدة 15 دقيقة راح تحصل على 9 ساعات من الاستخدام ومن ناحية الصوت فالهاتف يمتلك منفذ 3.5 للسماعة وتتوفر بصمة الأصبع في خلف الهاتف يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.